عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض. احنا من دلوقتي لمده ساعه باذن الله بوصفات لذيذه ان شاء الله هتعجبكم. اول وصفه هنبتديها مع بعض هي وصفه قوارب البطاطس بالحشوه المكسيكيه. طبعا نفس الوصفه اللي هنعملها دلوقتي بتقدروا تغيروا في الحشوات زي ما انتم عايزين، بس هي الصراحه الحشوه دي بتطلع لذيذه جدا جدا ولايقه كده على البطاطس. فعلشان نعمل الوصفه بتاعتنا انا بس حطيت الزيت عشان يسخن، عايزين الاتي: بطاطس مقطعه نصين بالطول كده زي ما انتم شايفين ومشويه، بدهنها بشويه زيت وبدخلها الفرن. عايزه 150 200 جرام تقريبا لحمه مفرومه، بصله صغيره، 1 كوب زيتون اسود، 1 كوب ذره، 1 كوب فلفل احمر واصفر واخضر مكعبات صغيره، 2 كوب جبنه تشادر احمر واصفر، 2 معلقه كبيره زبده، 1 افوكادو مهروس مع شويه ليمون وملح، معلقه صغيره بابريكا مدخنه، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره ناشفه، نص معلقه صغيره زعتر، ساور كريم وبصل اخضر للتقديم، وفلفل احمر مجروش للوجه. هناخد دلوقتي اول حاجه، حطينا الزيت على النار وهنحط البصل. على فكره انا مستعمله بس 150 جرام لحمه لان في مكونات تانيه كتير، بس لو انتوا عايزين تزودوا شويه في اللحمه اوكي مش مشكله، بس يعني انا قصدي ب 150 جرام دول عليهم بقى ذره وبصل وزيتون وفلفل الوان، وكمان تقدروا لو تحبوا تضيفوا فاصوليا حمراء كمان، كله شغال. فكل الحاجات دي هتزود عندنا الكميه من غير ما نضطر ان احنا نزود كميه اللحمه. طيب هاخد دلوقتي اللحمة اللي عندنا وهحطها، ونقلب وعايزين نحط كمان الفلفل، هو الفلفل مقطع صغير قوي فبنقدر نحطه في الاواخر كده مش مشكله. زي ما قلنا اولا تحبوا تزودوا اللحمه بتقدروا، تحبوا تبدلوا اللحمه بقطع فراخ صغيره بتقدروا، قطع فراخ مفرومه بتقدروا، يعني في بدائل كتير بتقدروا تعملوها او تبدلوا بيها المكونات بتاعه الوصفه. تقدروا تضيفوا فاصوليا حمراء كمان زي ما قلنا. خليني احط دلوقتي الفلفل الالوان، نبتدي بقى نحط التوابل اللي عندنا. التوابل المكسيكيه زي ما قلنا فيهم كام حاجه كده، يعني يمكن 99% من الأكل المكسيكي بيحتووا عليه، اللي هي الكمون والكزبرة الناشفة والبابريكا، دول يعني أساسيين في أغلب الوصفات. نزود بقى ننقص حاجات تانية بس دول دايما بتلاقوهم موجودين. نحط بقى دلوقتي شوية بابريكا مدخنة أحلى وأحلى، نحط كزبرة ناشفة، نحط شوية زعتر، نحط شوية كمون، نقلب الكلام ده كله وكده. احنا طبعا الريحة طلعت ومش قادرة اقول لكم جمالها، شايفين ما شاء الله بس 150 جرام عملوا لنا قد ايه، ولسه كمان عندنا هنحط، يعني لسه الكمية هتكبر لان لسه هنحط ذرة ولسه هنحط، وشوفوا اللحمه باينه، يعني مش مثلا بصوا يعني اللحمه موجوده باينه. خلاص احنا كده تمام، هنطفي النار، هنحط الذره، وزي ما قلنا كمان لو حابين تحطوا شويه فاصوليا حمراء بتقدروا.
كده تمام. الأكلة دي بتقدروا تحطوا البطاطس في الفرن وتسيحوا الجبنة تماما، أو بتقدروا تعملوها والبطاطس ما تكونش سايحة قوي، تكون بس محطوطة كده على الوش، فأنتوا حرين زي ما تحبوا. طبعا لو ما لقيتوش الساور كريم اللي هي الكريمة الحامضة، تعالوا بسرعة كده أقول لكم على البديل سريع تعملوه. هاتوا لبنة، بس تكون اللبنة الكريمي، مش اللبنة الأصلية اللي هي الجامدة قوي دي، اللبنة الكريمي اللي هي بتبقى كده يعني، اللبنة الكريمي. وهاتوها اعملوا تقريبا 3/4 الكوباية تكون لبنة، والربع التاني زودوه بكريمة بس، وهيبقى عندكم بديل للساور كريم. ناخد البطاطس بتاعتنا ونحطها كده هنا، وزي ما اتفقنا عايزين تدخلوها الفرن بتقدروا، عايزين تخلوها زي ما هي كده بتقدروا، الاتنين شغالين وحلوين. تعالوا بقى نشوف المقادير مع بعض تاني. المقادير بتاعتنا اهي، بطاطس مشوية مقطعة نصين بالطول، مدهونة بشوية زيت ومشوية. عندنا 150 جرام لحمة مفرومة، بصلة صغيرة، كوباية زيتون اسود، كوباية ذرة، 2 معلقة كبيرة زبدة او زيت مش مشكلة، كوباية فلفل الوان مكعبات يكون متقطع مكعبات صغيرة، 2 كوب جبنة شيدر احمر واصفر، افوكادو مهروسة مع شوية ليمون وملح، ملح وفلفل، معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، نص معلقة صغيرة زعتر، وللتقديم عايزين بصل أخضر وساور كريم، وللوش شوية فلفل أحمر مجروش. يلا بينا. خلاص احنا كده خلصنا تمام. هنجيب بقى معلقة ونبتدي نحشي قوارب البطاطس بتاعتنا. هقول لكم على حاجة لطيفة علشان خاطر ما يبقاش عندكم بطاطساية بصة كده وبطاطساية بصة كده وبطاطساية بتشقلبة. لما تيجوا تعملوها أول حاجة تجيبوا سكينة واقطعوا من تحت كده قاعدة خفيفة، أو قبل ما تعملوا أي حاجة، قبل ما تقطعوها حتى اقطعوا بس، وقبل ما تفرغوها اقطعوا تحت كده حتة بالسكينة صغيرة قوي بس كده، علشان لما تقلبوها وتيجوا تحطوها تبقى واقفة. يعني شوفوا دي مثلا واقفه، دي مش دي واقفه دي بس في كام واحده ممكن تلاقوها مايله شويه، فانا هزنقهم في بعض كده علشان ما يبانش اللي ميلان، بس انتوا ايه اعملوا زي ما قلت لكم. ناخد بقى الحشوه اللي عندنا دي ونبتدي نحشي بيها البطاطس اللي عندنا. طيب انا خليني احشي البطاطس وخليني اطلع لفاصل. في الفاصل انا هعمل ايه؟ هحشي البطاطس باللحمه المفرومه، وهاخد الافوكادو اللي عندي ههرسه واحط عليه بس شويه ليمون وشويه ملح بس، ونرجع نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ودلوقتي احنا عملنا زي ما اتفقنا، حطينا الافوكادو اهو زي ما انتم شايفين، بس هرسته وحطيت معاه شويه ليمون وشويه ملح فقط لا غير. هناخد بقى دلوقتي الساور كريم اللي عندنا ونحطها كده على الوش، نحط كده حته على الوش، نحطها كده هنا على دي اكبر شويه، دي صغننة، نحط لها حتة صغننة. بيطلع طعمها لذيذ قوي، وبالذات ان احنا يعني ان هي من الوصفات القابلة للبدائل، يعني زي ما قلنا بنقدر نستخدم فراخ، بنقدر نستخدم حاجات تانية بدل المكونات الأصلية اللي فيها يعني. فدي بتخلينا ايه اللي ما بيحبش مثلا اللحمة وبيحب الفراخ ممكن يعملها بالفراخ، والعكس صحيح.
هناخد دلوقتي الافوكادو ونحطه فوق الساور كريم كده حتة. عايزينه أنعم من كده أوكي، بس أنا لأني بحبه الأفوكادو فبحب أحس بطعمه، فبحب أسيب شوية كده مش مهروسين كويس، بس طبعاً أنتوا زي ما تحبوا. أنا بشوف إن كل واحد يعمل الحاجة اللي هو بيحبها مش الحاجة إزاي بتتعمل. ناخد بقى كمان عندنا شوية زيتون، عندنا الأجبان تتحط برضو، تقدروا تحطوها على جنب الجبنة اللي عايز بقى بياخد. انا مرضتش احط الجبنة تحت لانها لو حطيتها تحت كانت هتخبي اللي موجود تحت، فاحنا عايزينه يبان في التقديم. شوية فلفل احمر بقى كده وشوية بصل اخضر لو تحبوا برضو، بيدوا كده شكل حلو. بصل الاخضر برضو بيستعمل كتير في الاكل المكسيكي. ناخد بقى الفلفل الاحمر اللي هيمطق لنا الدنيا كمان، شوفوا اللون وجماله، يا سلام. طبعا ممكن تستعملوا الفلفل المكسيكي بتاعهم، بس يعني بحس لونه بيبقى بهتان كده. خلاص كده حلو قوي. انتوا عارفين انا هعمل ايه؟ هاخد الجبنه واحطها حواليه، اللي عايز بقى يحط لنفسه، مش احلى؟ نحط كده الجبنة هنا وخلاص، واللي عايز ياخد منها كده. احنا تمام، حلو قوي. يعني انا كده عجبني، اخلص احطها ونبتدي نعمل بقى مع بعض وصفتنا الحلوة كده. مش لما نيجي نعمل الفاهيتا بتلاقوا كل المكونات برة، واللي عايز بيحط من الحاجات اللي هو بيحبها، فاحنا حطينا الحاجات هنا اهو، والجبنة اهي، اللي عايز بقى ياخد من الجبنة ويحط على القوارب بتاعته. حبيته الطبق كتير يا عيني. يلا ناخده بقى نحطه هناك هو وجماله ده. خليك متألق على الخشبة. يلا هنضف بقى هنا على ما انتوا تتفرجوا شوية عليه، ونبتدي نعمل وصفتنا بتاعت الكوكيز. هنعمل مع بعض وصفة كوكيز لذيذة جدا جدا جدا، هي بال لوز، وانا اصلي من يعني اللوز ده حبيبي، بحبه قوي، انا بحب المكسرات عامه. طيب علشان نعمل البسكوت اللوز بتاعنا عايزين الاتي: كوبايتين دقيق، ربع كوبايه لوز مجروش، نص كوبايه سكر بودره، 200 جرام زبده، 1 صفار بيضه فانيليا، 1 معلقه صغيره عسل، وعايزين لوز وسكر للوش. هناخد دلوقتي الزبدة اللي عندنا وهنحطها كده هنا. وهحط معاها السكر البودرة. السكر البودرة هيخلي الوصفة دي سوري كأنها زي الغريبة من كتر ما هي ناعمة. بيتعمل نفس الطريقة بس بسكر مش بودرة، فبتبقى شوية أجمد، بيطلع طعمه حلو قوي قوي برضو، بس ده بيطلع رايح للغريبة كده. هنخلطهم مع بعض
عندنا هنا صفار البيضة والفانيليا هنحط بقى دلوقتي صفار البيض ودي الفانيليا وهنحط معاهم كمان معلقة العسل طول ما احنا بنعجن لازم نتأكد من ان الاطراف اللي لازق فيها في الاطراف وفي القاع مش يعني نفكفكهم علشان يلفوا مع بقية المكونات يلا تمام هنحط بقى دلوقتي الدقيق اللي عندنا والوصفه دي طبعا ما فيهاش ولا بيكنج باودر ولا بيكنج صودا هنحط معاهم اللوز المجروش اهو هنحطه معاهم ونقلب اول ما العجينه معانا تلم خلاص مش هنبالغ كتير في الخفق خلاص هي كده شكلها ملمش بس لما نمسكها هنلاقيها لما يعني بصوا شكلها مفرول ازاي اهي انا اهو استنى اهي بصوا شكلها مفرول ازاي بس اول ما نعمل لها كده هتلاقوها بقت ايه عجينه اهي بصوا اهي خلاص فانتوا شكلها ما يخدعكوش يعني اهي عجينه بقدر افردها عادي جدا هعمل ايه انا بقى دلوقتي هاخد عجينتي دي هلمها كده واحطها في التلاجة او في الفريزر احسن لو حطيتها في الفريزر بس 10 دقايق لو هتحطوها في التلاجة يبقى تقريبا نص ساعه هاخدها احطها المها كده مع بعضها اهي زي ما هي كده بصوا اهي خليني اعملها معاكم عشان تبقوا انتوا شفتوا كل حاجة هحطها بس في الفريزر ليه علشان الزبدة لما تجمد هتساعدني اكتر في ان انا افرد العجينة بسهولة اهي شوفوا اهي لمت معانا كلها هاخدها بقى احطها كده في كيس او في ورق زبدة وعلى الفريزر بس 5 دقايق على ما نطلع فاصل ونرجع فدلوقتي احنا هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله سهلا بيكم رجعنا لكم تاني بعد الفاصل هنعمل ايه بقى دلوقتي يا حبايبي فردنا العجينه بعد ما قعدت شويه في التلاجه او في الفريزر على انا بحب دايما افرد على ورق الزبده او ورق الشمع هنجيب بقى دلوقتي القطاعات بتاعتنا وهنبتدي نقطع الكوكيات الجميله بتاعتنا اللي بنكهه اللوز الحاجة اللي يعني هتخلي الكوكيز ده في حتة بقى تانية خالص ايه ده دخلوا في بعض وانا عادي ولا الهوا يلا خلاص كفاية كده هنشيلهم هنشيل بقى الزيادة وناخد القطع بتاعتنا دي هنعمل فيها ايه دلوقتي حالا هقول لكم استنوا نشيل دول
شوفوا هناخد بقى قطع الكوكيز بتاعتنا اهي كده، هنحطها هنا في الصينية. كده اهو، يعني اقعدوا بقى خدوا كل القطع. طبعا اللي بيفضل بقى ده هناخده نفرده تاني. شوفوا بقى لو محطوط تحتيه دقيق كان اللي احنا فردينه ده الدقيق اللي احنا حاطينه تحت هياخده، العجينه هتاخده، ونرجع نفرده تاني ونرجع نلم عجينه تانيه، واحنا فردين دقيق ترجع العجينه التانيه تاخد من العجين مره تانيه. فيبقى كده شوفوا احنا كام مره هنفرد وكم مرة هنغير من مكونات العجينة والعيارات بتاعتها في بالنسبة للدقيق. فطبعا بنوصل لغاية آخر واحدة بنفردها هتلاحظوا ان العجينة بقت زي الطوبة، لان طبعا حطينا لها نسبة دقيق كبيرة اكتر من اللي هي مفروض تتحط لها. فعشان كده ريحوا نفسكم وافردوا على ورق زبدة او على ورق شمع. ودايما بقول لكم وهرجع تاني اقول لكم، ورق الشمع ما بيدخلش الفرن، ورق الشمع غير صحي انه يدخل الفرن، فخلوا بالكم اللي بيدخل الفرن هو ورق الزبده. طيب عملنا كده، دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ دول بقى اللي هنلمهم ونرجع تاني نفردهم. عندنا هنا شويه لوز هناخدهم برده ونكسرهم كده، او لو عندكم اللوز الصنوبري ده مش هتبقوا مضطرين انكم تعملوا الحركه دي، حطوا لوز صنوبري على طول. اللوز الشرايح يعني ممكن تحطوه برضو، بس خلوا بالكم لان لو الفرن بقى عالي شويه بسرعه بيتحرق، يعني روحوا قليله صغيره قوي، روحوا يعني بيتحرق بسرعه، قصدي ما بيتحملش، فعشان كده اللوز الصنوبري حلو. طيب انا هقول لكم احنا هنعمل ايه دلوقتي، لان انا اللوز اللي عندي ده عايز يتكسر اكتر من كده. فالمهم هنعمل ايه، هناخد السكر نحطه كده، خلينا هنا مثلا على دي، لا انا هنحط الاول اللوز، معلش هنحط اللوز الاول كده ونضغط ضغطة خفيفة، وبعدين نحط عليهم شوية سكر كمان واحدة اهو، نحطه كده هنا، عايزينه أصغر من كده كمان ممكن، وبعدين ناخده نحط عليه السكر. هناخد بقى الكلام ده كله ونحطه في الفرن على درجة حرارة 180، بيقعد تقريبا من 10 ل 12 دقيقة. تمام، خليني بقى أنا هعمل الكلام ده بس إيه في الفاصل. خلينا ندخل على الوصفة التانية، مش التانية، الوصفة التالتة بتاعتنا للنهاردة، وهي بيتزا سريعة. جم الولاد قالوا لي جعانين عايزين ناكل، اي حد قال لك جعان عايز اكل، جالك ضيوف سريع عايزه تعملي حاجه وتطلع حلوه جدا، يلا بينا نعمل الوصفه دي لانها لذيذه والكل هيحبها. وانا الباف بيستري دي يعني بشوفها حاجه كده منقذه، يعني انقاذ. فهنجيب دلوقتي كده صينيه، خليها كده محطوطه على جنب هنا، ونبتدي نشتغل في الوصفة بتاعتنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الباف بيستري بتاعتنا كده، عندكم حاجة حلوة لذيذة هنعملها قطاعة، هناخد قطاعة وكل واحدة معاها يعني واحدة كده واحدة كده، نقطعها كده من النص بالظبط بهذا الشكل. اوكي اهي، دي هنعملها بيتزاية صغننة اللي احنا طلعناها دي، ودي هنعملها بيتزاية كبيرة. هناخد دلوقتي البيض اللي عندنا هنضربه، ونجيب الفرشة يلا، ناخد الفرشة اللي عندنا كده وندهن الاطراف شوية كده بس حاجة خفيفة. هناخد دلوقتي اللي احنا قطعناها دي كده وهنحطها هنا كده زي الشباك، زي الشباك
اهي بهذا الشكل. خلينا بس ايه علشان نبقى يعني صح كده، نخرم بس دي شوية علشان ايه بنساعدها بس انها ما تتنفخش قوي. تمام تمام. هناخدها بقى دي كده ونحط، خليها طيب هنا لغاية ما نخلص. نجيب بس الصينية بتاعتنا، هنحط الصينية هنا وناخد الفطاير دي ونحطها كده هنا. خلينا بس ايه نضغطها شوية من هنا علشان نتأكد انها لزقت كده اهو. تمام. هنجيب بقى دلوقتي معلقة من الصوص البيتزا بتاعتنا، معلقة كده، وهنحطها هنا. بهذا الشكل. هنحط بقى اللي احنا عايزينه، عايزين تحطوا يعني الحشوات اللي انتوا عايزينها هي اللي انتوا هتحطوها. عايزين بقى تحطوا تونة، عايزين تحطوا سوسج، عايزين تحطوا بس جبنة، يعني اللي انتوا عايزينه حطوه. نحط كده جبنة، نحط بقى شوية مثلا فلفل اخضر، نحط زيتون، نحط سوسج، نحط رشة من الزعتر كمان لو تحبوا ممكن. هناخد بقى الكلام ده كله وهندهن الاطراف بتاعته، يعني كل الحتة دي هندهن اطرافها بالبيض بهذا الشكل. اوكي، انتوا عارفين انا هحط ورق زبدة تحت، انا بحب ورق الزبدة بيحميلي الحاجة، فخليني احط شوية ايه، هحط ورق زبدة تحت. ده بقى هدخله الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تحمر وتستوي معانا الباف بيستري بتاعتنا. هجيب بس انا دلوقتي كده رشة زعتر احطها على الوش وهدخله الفرن زي ما اتفقنا، درجة حرارة 180. ده درجة حرارة 180 من 10 ل 12 دقيقة، وده درجة حرارة 180 تقريبا ربع ساعة. خلينا بقى دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا حطينا البيتزا بتاعتنا في الفرن وقربت تخلص خلاص. تعالوا كده نبص عليها بصة مع بعض. يا جمالها، خليها بقى بس كده ايه، حاسبها بس 3 دقايق على ما نشوف وصفتنا اللي هنا. كمان الكوكيز بتاعنا خلص، بصوا جماله و يعني شكله كده بيقول انا يعني عايز يتاكل. بصوا قد ايه شكله حلو. شوفوا بقى المكسرات اللي انتوا شايفينها دي، ممكن بقى تبدلوها بعين جمل، ببندق، بفستق، اي حاجة هتطلع حلوة مع وصفة الكوكيز ده. وزي ما قلنا كده طري، زي كنت هقول لكم زي المهلبية، زي الغريبة، لأنه في سكر بودرة. دلوقتي خلينا نشوف البطاطس بتاعتنا كمان اللي عملناها معاكم. عملناها بالنكهة المكسيكية، عملناها باللحمة المفرومة. نفس الوصفة دي بتقدروا تعملوها حتى لو عملتوها باللحمة المفرومة عملوها بنكهات تانية، يعني ممكن مثلا ما تحطوش عليها غير بس تحطوا مشروم، تحطوا بسلة، تحطوا جزر، وتحطوا بهارات تانية، ممكن تحطوا أعشاب إيطالية، بابريكا، زعتر أو ريحان، يعني غيروا زي ما انتوا عايزين. حتى اللحمة زي ما قلنا بتقدروا تغيروها لفراخ، يعني غيروا زي ما تحبوا. الفكرة نفسها لذيذة ولطيفة وهتعجبكم ان شاء الله. خلينا بقى دلوقتي نطلع البيتزا بتاعتنا كمان اللي عملناها التحفة دي. ايه الجمال ده، ما شاء الله، شوفوا قد ايه لذيذة اهي، يا عيني جميلة قوي. لا لذيذة بجد. شوفوا الجمال، وسخنة بقى كده وملهلبة،
ودلوقتي نطلع كمان اللي عملناها الميني. احنا قلنا لكم هنعمل الميني، غيروا في الحشوه يا حبايبي زي ما انتوا عايزين. بصوا بصوا دي انا نسيت اقول لكم على دي، لانه ايه اللي حصل كمان، دي حلوه لانها هتوفر لكم اكتر في العجين. شوفوا فضل عندي واحده بس اللي فضلت عندي، فملهاش مش قادره احط عليها غطا علشان خاطر زي ما احنا عملنا، احنا عاملين التانيين باتنينات. بصوا عملت ايه، جبت العجينه زي ما هي كده وبالسكينه، بس عملت هنا حز ما وصلش لتحت، حز كده وحز كده وكده وكده، واللي فضل في النص هنا خرمته بالشوكه، بس طلع نفس التانيه الصراحه. فممكن تعملوا بقى يا دي زي ما انتوا عايزين. بصوا اهي، بصوا نفسها تقريبا. ودي الصغننه اللي هو القلب اللي طلع منها. وكده بيتزتنا السريعة اللذيذة جهزت زي ما انتوا شايفين كده. ده بقى الكوكيز بتاعنا الجميل كمان اهو، ده اللي لسه خارج من الفرن حالا، طبعا عايز بس يهدى شوية، ده لسه خارج حالا من الفرن، لذيذ بزيادة والله. بالظبط عامل زي ال يعني كأنه كده من أكلات، من حاجات العيد، من حلويات العيد. وكده دي كانت آخر حاجة عملناها النهاردة، هي البيتزا الرهيبة دي، لذيذة جدا وسريعة جدا والكل هيحبها مع الباف بيستري. وكده تبقى حلقتنا خلصت للنهاردة. اللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة، عندنا إعادتين، إعادة الساعة 7 بالليل وإعادة الساعة 8 الصبح. وشكرا لمتابعتكم، بشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده، وصفات جديده، وافكار جديده باذن الله. باي باي.